أهم المناسبة المكان الدولية للطاقة المتجددة حاليًا في مجال الطاقة المتجددة منذ عدة سنوات. ففي عام 2009 استضافت مصر اجتماع لاختيار موقع المقر الرئيسي للوكالة، حيث فازت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستضافة المقر الرئيسي للوكالة. واليوم نحتفل بإطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة المتجددة عن الطاقة المتجددة في مصر. في هذا الصدد أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم الشكر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلينا بصفة عامة، ومعالي السيد الدكتور عدنان أمين المدير العام للوكالة التربية للطاقة المتجددة على وجه الخصوص لتعاونه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في تنظيم هذا المؤتمر. السيدات والسادة الحضور، تعد الطاقة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ونظرا لكون مصادر الطاقة الأولية المرتبة وطبيعتها، لذلك فالتزام علينا بدء المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. وتعتبر مسألة الطاقة مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز احتياطيات النقد الإجمالي. ولتحقيق هدف تأمين الطاقة تحتاج مصر للعمل على تنوع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة في مصر، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية. وتستهدف مصر نظاما قويا وموثوقا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل. السيدات والسادة الحضور، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال المرحلة السابقة، فقد استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية لقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة. وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تم أولا تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بلغت 3632 ميجا وات، تم تنفيذها في وقت قياسي في حوالي 8.5 أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق. ثانيا الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الطاقة التي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات تبلغ 4250 ميجا وات. كما تم إعادة تأهيل وإجراء السيارات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء. واستمرارا لسعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، قد قام القطاع بجهود كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تم إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدولة المركبة بسعة 14400 ميجا وات بكفاءة أعلى من 60%، تم تشغيلها مؤخرا بالكامل. وسوف يصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالي 25000 ميجا وات، أي ما يعادل 12000 تقريبا قدرة السد العالي، والتي تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الماضية. كما قام قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء، تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمكافحة زيادة المتطلب في الطلب على الطاقة وتلبية متطلبات التنمية الشاملة. سيدات وسادة الحضور، استكمالا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تم بالتعاون مع أحد دول الخبرة العالمية وضع استراتيجية لمزيج أمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر، بترول الكهرباء، التي تتضمن تعطيل مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية التي تعتمد على
السيناريو التنفذ الذي يحقق التوازن بين المطلوب والطاقة في مصر. واستنادا إلى نتائج هذه الاستراتيجية، يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة المتجددة إلى أكثر من 42% في عام 2035. وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل أن تصل إلى 20% لحلول عام 2022. كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كافة أنواع مصادر الطاقة من الطاقة النووية والطاقة استخدام الفحم الخفيف واستخدام الغاز الطبيعي. السيدات والسادة الحضور، تتمتع مصر بثراء واسع في مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل إلى القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالي 90 جيجا وات. تم تخصيص أراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة. وفي هذا الإطار تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص بكثرة مشروعات الطاقة الكبيرة والمتجددة. كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال. واحد، قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة. اثنين، الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية. تم اهتمام إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنها في يوليو 2014. أوضح هنا إن إحنا دخلنا إجراءات لرفع التعريفات عن الطاقة الكهربائية كان المفروض تنتهي في هذا العام، لكن احنا اخدناها ثلاث دعوات اخرى نظرا لبعض التغيرات التي تجعل الانتهاء من هذه الخمس سنوات كانت صعبه فجعلناها